هذا موضوع يعني مهم جدا، يعني انت ملعبك جمهورك والوضع المعنوي والنفسي افضل من كل الفرق. كان مفروض تبدي يعني بلاعبين اللي هم اللي سجلوا الاهداف، يعني عندهم ثقه بنفسهم عاليه وعندهم الحاله المعنويه والنفسيه مرتفعه. هؤلاء كان المفروض يشتركون من البدايه، وتقدر اذا تيجي تحافظ تامن على منطقه الدفاع تقدر تلعب ثلاثه شباب وسط، ما عندك مشكله بالموضوع، تقدر تلعب 3-5-2، تقدر تلعب 5-3-2، يعني هاي المساله كان يقدر هو يتحكم بيها. لكن كل الاحوال ترك مهند علي وحده صعب، يعني والاعتماد على امكانياته البدنيه والالتحامات انا كنت افضل انه على عباس يكون موجود من بدايه الشوط الاول. كان على حساب وجود على حساب منطقه الوسط او لاعبين المحور المدافعين التلافي. انا قلت كلام من بالبدايه، المنتخب البحريني قلت اذا ما نسجل عليه بالبدايه يعني راح يصير مزعج اكثر انه فعلا. يعني شفت هسه مباراه كامله وتكلمنا، يمكن اربع مباريات يمكن عليه هدفين، هو هدف واحد. المهم هاي الحسابات لازم تكون موجوده بالاسلوب وطريقه اللعب اللاعبين. يعني انا رايي اليوم بايش استعجل به، ممكن يضم بايش اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه، بعدين دائما بشار، حتى شوف بشار تبديله هذا راح يعني نتحدث عن الامور الفنيه. نعم. اللي جرت بالشوط الثاني. نعم. لكن انا يعني الاحظ المدرب متخوف من اللاعبين المحور المدافعين، لهذا جاي لعب ثلاث لاعبين محور. احنا قلنا ماكو مشكله، يعني خلي ثلاث اشباه وسط. شاهدتوا يعني اخطاء صارت، يعني أخطاء كارثيه لولا تغطيه سواء ثلاث لاعبين او لاعبين اثنين، وهي ترى مساله الكثره مجرد لتامين يعني خطا واحد عن الاخر. صارت يعني اخطاء مثلا من موجودة هنا ومن هناك، من سعد ناطق وغيره مثلا موجوده غطاها ريبين. لكن هذا لا يعني بانه انا على حساب الوضع الهجومي، يعني انا لازم افكر بانه هذا ملعبي، هذا جمهوري، وضع المعنوي الفريق ممتاز، كان ممكن يعني كان يلعب تشكيل مغاير وافضل، وكان من خلال مجريات المباراه كان يقدر يغير حسب يعني الاحداث اللي تصير اثناء المباراه. ايضا طرحت عليكم سؤال انا قبل ما تبدا المباراه، قلت لكم اليوم التضحيه او عدم وجود صفاء راح تكون المنطقه مكشوفه وبناء الهجمات، وبالفعل يعني بالشوط الاول غياب صفاء يعني كانه فقدنا خط الوسط. استاذ مناضل، هاي من اهم النقاط اللي يعني احنا فقدناها. يعني احنا قوتنا بصراحه قوتنا ببشار، ترى الفريق انا كنت اتمنى ياسر قاسم جوست، المهم هذا موضوع ثاني. قوتنا ببشار لاعب مؤثر. يعني اول شوط احنا لاعبين وسط، يمكن لعبنا انديه ومنتخبات منتخب وطني وبهذا المركز بالذات المركز يعني بشار خسرنا شوط خسرناه هيك يظل يدافع لين بس امجد وراه. ثاني شوط شفته تحرر ولعب وكان وضعنا شوي افضل صفاء، يعني من احنا اريحيه واستحواذ من البدايه. من البدايه كان نبدا احنا نشوف يعني هو قراءه امكانيات اللاعبين وتوظيفهم بصوره صحيحه بالملعب مهم جدا بالنسبه للمدرب. يعني بشار لو مثل ما قال الكابتن انه يعطي الاريحيه بانه يكون مثل ما لعب بالشوط الثاني بعد ما نزل صفاء ودفع للامام فتحرر، شوف الخطوره صارت كلام من الكابتن. شو وقت يقرا امكانيات اللاعبين؟ يعني هذا شغل، هذا شغل كادر تدريبي يا اخي. يعني بشار يعني حتى استغربنا احنا، بشار من تحرر صار اكو خطوره على الفريق الخصم، طلع شلون شاله طلعه ما اعرف. يعني يعني من نتحدث يعني يزعلون حتى المدربين الوطنيين، يعني دور المدرب المساعد جاي يختفي مع كاتاني صراحه. والله استاذ مناضل هو الدور المساعد، يمكن كابتن رحيم كل الشارع الرياضي عندنا ثقه كبيره في كابتن له تجربه وخبره، لكن هو المدرب جايب وياه يعني ستاف وياه يعني لا يعني انا باعتقادي واليوم اصبح الامر واضح وجلي امام جماهيرنا. نعم. انه المدرب المحلي المساعد، المدرب المساعد يكون مكبل مع كاتانيتش. اي اكيد هو يستمع لزميله جايبه من بلده ويعرف لغته. هل استفاد من احمد خلاف؟ هل استفاد من رحيم حميد؟ اسئله اليوم مطروحه امامكم. لا واضح الامور، واني يعني احنا نفكر اذا نريد نفكر نصحة كاس العالم، يعني مو هذا المستوى لا فكر التدريب ولا الاداء بصراحه. يعني شلون راح نجي المرحله الثانيه؟ يعني شلون راح تجينا اليابان، استراليا، كوريا؟ يعني وضعنا انا قلت باكثر من كلام يمكن قبل 6 اشهر، قلت هذا المدرب يعني فكره يعني مو بمستوى طموح الشارع العراقي ولا الرياضيين وكثيرين مدربين محليين افضل منه. اليوم انتم شاهدتوا يعني موضوع مهم جدا، المنتخب البحريني ومدربهم لعب بتكتيك واضح، واولى المفاجات
اللي نبتدي بيها ابتدي في بداية المباراة بضغط كبير على منتخبنا الوطني. مثل ما معروف أسلوب المنتخب البحريني هو دائما يلعب على أسلوب المرتد باعتبار عنده لاعبين ثلاثة الأمام يعني سريعين جدا وإمكانياتهم بدنية ومهارية ممتازة. لكن اليوم اللي فاجأنا إحنا شفنا المنتخب البحريني يلعب كأنه بأرضه، يعني كان منفتح من البداية، هو اللي ضاغط، كان عنده أمل بأنه يسجل ومن ثم يرجع على أسلوبه المعهود. إحنا استنزفنا كل قدراته وقوة المنتخب البحريني، بعد تقريبا ثلث ساعة إلى 25 دقيقة بدأ المنتخب البحريني يهدأ ويبرد. مشكلتنا إحنا ما عندنا فنش، ما عندنا نهاية، يعني ممكن نستحوذ على الكرة نبني يعني الهجمة من الخلف توصل للوسط، من توصل للمناطق الهجومية اللي بيها خطورة على مناطق الخصم ما موجودة. إحنا هذا اللي إحنا صراحة يعني شفنا شوطين ما شفنا خطرة إلا بس التحويلة اللي صارت من أمجد عطوان إلى علاء عباس صارت يعني البعارة، حالة تكتيكية ممتازة كانت، لكن بصورة عامة كانت اجتهادات فردية من اللاعبين. الشوت اللي صار من أمجد تسديدة عطوان من همام طارق في الدقيقة 8 فقط، يعني شاهدنا تسديدة الشوط الأول، الشوط الأول لكن يعني أغلب دقائق الشوط الأول منتخب البحرين كان مستحوذ على الكرة. التنظيم بالنسبة للمنتخب البحريني كان تنظيمياً أكثر من منتخب العراق، من حالات اللي نقول عليها التكتل الدفاعي بالوسط والدفاع منع كل خطورة ممكن تصير من اللاعبين بالوسط، اللاعبين الأطراف مكان ما شفنا اليوم خطورة لا من ضرغام لا من علاء أمهاوي ولا من اللاعبين الوسط اللي معهودة عليه مثلاً همام صعودة للأمام. حتى بشار كان بالشوط الأول كان مكبل لأنه كان عنده واجبات دفاعية على حساب الواجبات الهجومية، لكن بالشوط الثاني صار إحنا الحمد لله يعني شفنا تغيير ممتاز. دخل صفاء يعني من طلع بايش الولد أعتقد بأنه كان من مو مؤهل بنلعب بالشوط الأول، دخل صفاء صار يكون دفاعي للأمام. بعدنا إحنا نتحدث عن الشوط الأول كابتن مهدي، يعني مدرب المنتخب البحريني ضمن تصريحاته تقراها ما بين السطور قال أنا تعرفت على مكامن القوة في المنتخب العراقي، يقصد أنه أنا راح أحد من مهند لأن مهند راح يبقى وحيد، قرأ المباراة بشكل صحيح ولعب بخطة احنا كنا متوقعين يلعب خطة دفاعية بالشوط الأول، لعب خطة هجومية وضغط فريقنا. طبعا اليوم هو الفاجئنا بصراحة المدرب، وهذا مدرب يعني يعرف إمكانية لاعبيه بصراحة ويعرف شو يريد من الملعب، وأنا جدا أحترم هذا المدرب لأن المدرب